الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. إنسان، لازلنا نسبح في هذا المحيط الرقراق، نبحث عن لآلئ في قاعه لنرتقي، في كل لقاء نلتقي فيه به معكم نرتقي من مقام إلى مقام حتى نصل إلى الذروة في ذلك، وهو مقام الإنسانية، مقام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديثنا اليوم عن عنوان عظيم، كلنا يقرأ القرآن الكريم، وكلنا منا من يحفظه، وكلنا قرأه في صغره، وكلنا يقتني مصحفاً إما في بيته أو مكتبه أو في غرفته أو حتى على الموبايل. كل الناس يجدون الآيات القرآنية في كل وقت يحتاجون إليه فيه، لكن ما المراد من القرآن؟ وكيف نسبح في القرآن الكريم ونستخرج هذه اللآلئ؟ نعلم اليوم ونضع عنواناً عظيماً، إن الله يحب ولا يكره. عجيب، هل الله سبحانه وتعالى ذكر الحب في القرآن الكريم؟ ذكر إن الله يحب. هل ذكر إن الله سبحانه وتعالى إن الله يكره؟ لم تذكر إلا مرة واحدة، ولصفة ذكرت لم تذكر للذات الإنسانية. هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا. الله تبارك وتعالى عندما أرسل الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أعطاه القرآن الكريم، وفي كل آية تنزلت عليه آيات القرآن الكريم، وفي كل موضع وفي كل حالة كانت الرحمة والحب هو شعارها الفضفاض. لا نقول هذا مجاملة، ارجعوا للقرآن الكريم، اقرأوا الإحصائيات في الأحاديث النبوية المطهرة في القرآن الكريم وآياته المجيدة. لما تفتح المصحف وتبدأ تقرأ، أول آية بتجي عليها في سورة الفاتحة تلقاها بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء فيها هل هي من القرآن الكريم أم لا، كلهم أثبتوا قول الحق سبحانه وتعالى فإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية لا يختلف فيها. لكن غير ذلك في مطالع السور وفي بداياتها قالوا هذه ليست بآية، والدليل على ذلك أنها اختلف فيها، والقرآن محفوظ لا يختلف في آية فيه. ما عمرنا سمعنا إن في آية اختلفوا فيها، قل هو الله أحد، والله هو قل الله في حاجة ثانية، أفي الله شك، هل بعدها في الله شك ولا هو ربي واحد؟ مفيش آية في القرآن الكريم تثبت لنا قضية الخلاف، أن القرآن الكريم ممكن تقع منه آيات أبداً. الله سبحانه وتعالى حفظه في سطور وفي صدور، وحفظه سبحانه وتعالى من التبديل والزيغ، وجعله قرآنا عربيا مبينا، جعل فيه أشياء عظيمة جدا. ليس المعرض اليوم في الحديث عن الإعجاز القرآني أبدا، المعرض إنه الفائدة، المسج وصلت. أنا بعثت لك مسج، فتحت الموبايل شفتني أنا أحمد الطلحي بعث لك رسالة، بتقرأ الرسالة وتقول الله الخط جميل، يا سلام على التنسيق، ما أجمل اللغة المكتوبة بها، سبحان الله شوف كيف مترتبة ووضع الفواصل ووضع أشياء كثيرة جدا. هذا الذي يشغل بالك؟ ليست هذه القضية، القضية ما وراء الرسالة. يمكن أن تكون الرسالة مكتوبة بماء الذهب، يمكن تكون مكتوبة بحبر سري، ممكن تكون مكتوبة بأعظم وأحلى وأغلى وأجمل الأحبار، لكن ليست هذه القضية. القرآن الكريم، ما هي قضية القرآن الكريم معنا؟ كيف هي قضيتنا في القرآن الكريم؟ فهمنا. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الناس يحفظوا القرآن عنده ثلاث مراتب، هذه مسألة. مسألة أخرى، في ناس مش مسلمة ممكن تحفظ القرآن؟ نعم، في ممكن. الله تبارك وتعالى يقول وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين. زمان كانوا اليهود والنصارى يحفظون القرآن الكريم، والمستشرقين أيضا يحفظون القرآن الكريم ليحاججوننا به،
فيأتون إلى آيات الله سبحانه وتعالى قال فيه محكمات، آيات محكمات وفيه آيات متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. لما جيت أبدأ تقرأ يبدأ شك في هذه الآيات من القضايا الموجودة، كيف إن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يكره. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم الحب المتعدي. يعني شنو الحب المتعدي؟ يعني لما تدير حاجة وتقصد بها الناس اللي جنبك وينتفع بها من هم حواليك ربي يحبها. أقلها مثلا، أقل حاجة شن هي؟ أنت مش لما تقع الصبح بتغسل وجهك وتتوضأ وتصلي، ولما يكون الجو حار تمشي تاخد لك شاور ودش باهي وتبدأ أمورك مبحبحة، تستخدم نوع من أنواع مزيلات العرق والبرفان، تستخدم نوع من أنواع العطور المسك العود وغيرها من العطورات الشرقية والغربية، تستخدم شيء مما يعني يجعل رائحتك طيبة بين الناس. هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه تطهر. الإنسان يتطهر من كل فعل دني ويتحلى بكل فعل سني، يعني لو في عرق يزيل العرق ويتطيب به. طيب من الذي سيتأذى؟ أنت صاحب الشان أم من هم حواليك؟ من هم حواليك رقم واحد. لما يكون إنسان للأسف رائحته مش حلوة ويقعد راكب في سيارة جنبك، ولا قاعد حتى أحيانا رائحة البخر، رائحة البخر رائحة الفم مش لطيفة، يعني هذه الأشياء تؤذي الناس، فالناس يتأذوا منها. أولا تؤذي الناس، ثانيا تؤذي الملائكة. الله أكبر، كيف تؤذي الملائكة؟ شو ندخل الملائكة في عرقي؟ يا سيدي القضية ما هيش عرقك بس، القضية هي مجتمع حواليك، القضية معاملة، القضية حب وكره، القضية إن الله يحب منك هذا. في موضع قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين، دائما يتوب يتوب، مش تاب تاب مرة، لا تواب. سيدنا النبي في كل يوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل يوم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل أكثر من 70 مرة، على رواية 170 كل يوم يتوب. ليه؟ لأن الله يحب أنك تتوب. تبت إلى الله، تبت إلى الله. يعني حتى من الأشياء، لما زرت بلاد الأناضول مرة وأقمت فيها فترة من الزمن، كانت من الأشياء عندنا إحنا في الشرق في الغرب في الجنوب، دائما لما بتلاقي الإنسان المثقف المؤدب، الإنسان ابن البيتية المتربي، لما تنرفزه وتزعله يقول لك الله يهديك، الله يهديك على اللي أنت درته، الله يهديك، هي دعوة. لكن أحيانا يكون الواقع أو طريقة إلقاء هذه الكلمة مثيرة نوعا ما. هم في بلاد الأناضول لما يفعل منهم إنسان معصية أو ذنبا أو خطأ أو ارتكب إزعاج للناس، الناس لا يدعون للإنسان لا بالهداية ولا بغيرها، لكن يقولون بلهجتهم أو بلغتهم ويستخدمون اللغة العربية في ذلك، توبة توبة يا ربي توبة، هكذا يقولون توبة، وكأني أتوب إلى الله. لما في هذا الموقف أريد أن أتوب إلى الله لأدخل في باب المحبوبية الإلهية، فإذا تبت إلى الله أحبني الله سبحانه وتعالى. حب الله عجيب، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين. طيب شن قضية العرق مع التوابين؟ لا، ثانية واحدة بعدها على طول في نفس الآية شن بيقول؟ بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان عندما يتطهر يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب متى كره الله سبحانه وتعالى شيئا من الناس؟ الله عز وجل خلقه لنا حب، يحبنا فخلقنا سبحانه وتعالى، يحبنا فأعطانا، يحبنا فغفر لنا، يحبنا فأعد لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا أن حب سيدنا الإمام الحسين ابن بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب حب الله. أحب الله من أحب حسينا، يعني ممكن تحب آل بيت سيدنا النبي، الصحابة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حب الأوطان، حب الأشياء والعالم الذي حواليك. أحب الله لما يغدوكم به من نعم، الأكل والشراب اللي أنت تأكل فيه، هذا لو أنت تحترمه وتقدر ربي يحبك. حب الله عظيم. لم يكره الله عز وجل إلا مسألة واحدة، قال فكره الله بعاثهم فثبطهم، لما الناس تخاذلت عن نصرة الله سبحانه وتعالى. انصر الله ينصركم، ثق في الله سبحانه وتعالى، وانصر الحق تبارك وتعالى ينصرك الله عز وجل. لكن لما الناس كرهت أنها تنصر شرع الله سبحانه وتعالى كره الله انبعاثهم. لكن الحب في مواضع القرآن الكريم كثيرة جدا. أشير إلى كتاب عظيم وهو كتاب الحب في القرآن الكريم، ابحثوا أحبة قلبي عن هذا الكتاب واقرأوا وتأملوا وانظروا أين أنتم في مراتب هذا الحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بذلك. الحب سادتي
من رزق المحبة لم تفته حبة، ومن سلب المحبة فلا يساوي حبة. حب الله أعظم مرتبة يمكن أننا نتعرض إليها في الوجود، والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن الأعظم من ذلك أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. وهذه بشارة من سيدي أحمد زروق الفاسي البرنصي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال: ليس الشأن وليس السر أن تكون محبا، إنما السر أن تكون محبوبا. سيدي أحمد زروق الفاسي دفين مصراته الذي دفن في منطقة زروق في مصراته وسميت المنطقة باسمه، له هذه المقولة العظيمة الخالدة، المقولة التي تقول: ليس السر أن تكون محبا. تحب ربي مش هنا السر، تحب ربي إن الله سبحانه وتعالى يوفقك للخير، فبعد توفيقه لك للخير يحبك هو سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وارزقنا حبك في كل لحظة وفي كل حين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.